السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على ازاي ان احنا نقدر نلود الداتا ونبص على الانسايتس او اول انسايتس عن الداتا. عشان الود الداتا هحتاج ان انا استخدم اللايبراري بتاعت بانداس، فها امبورت بانداس اس بي دي. بعد كده هديفاين فانكشن اسمها لود هاوسنج داتا. لود هاوسنج داتا دي بتاخد الهاوسنج باث اللي هو الهاوسنج باث بتاعنا اللي احنا عملنا له ديفاين هنا. بعد كده بديفاين هنا السي اس في باث. طبعا الفايل اللي اتعمل له داونلود واتعمل له اكستراكت ده عمل اكستراكت الفايل اسمه housing.csv اللي هو سي اس في فايل موجود فيه الداتا. فهنا انا هقول operating system.path.join هجوين الهاوسنج باث مع housing.csv و اريد السي اس في عن طريق pandas.readcsv وابص ليها السي اس في باث. ادي الهاوسنج بت ايكوال هكول فانكشن بتاع لود هاوسنج داتا دي هترترن pandas داتا فريم. هبص على اول خمسة ريكوردز موجودين في الداتا فريم دي هيطلعوا بالشكل ده اللي عبارة عن اللونجيتيود واللاتيتيود للديستريكت، الهاوسنج ميديان ايج، والتوتال رومز اللي موجودة في الديستريكت، التوتال بيدرومز، البوبوليشن، والهاوس هولدز، والميديان انكم، والميديان هاوس فاليو، والاوشن بروكسيميتي. هلاقي ان الفاليوز دي عبارة عن نيوميريكال فاليوز، والفاليو دي مش نيوميريكال فاليو كاتيجوريكال في الغالب. فهبص هنا على housing.info دي هتديني تفاصيل عن كل كولوم ايه التايب بتاعه. هلاقي عندي ان الاوشن بروكسيميتي بس هو اللي من تايب اوبجكت، وكمان هلاقي عندي ان في 20640 انترز موجودين في الداتا سيت. هلاقي ان كل الفيتشرز او كل الاتريبيوتس دي موجود فيها 20640 نال فاليو، ما عدا التوتال بيدرومز فيها بس 20433 نون فاليوز. ده معناها ان ده التوتال بيدرومز فيه نون فاليوز، هنحتاج ان احنا نهندلها قدام. بعد كده هبص برضو على الاوشن بروكسيميتي، هعمل هنا فاليو كاونتس عشان اقدر اشوف الاوشن بروكسيميتي ايه الكاونت بتاع الفاليوز او ايه الديستريبيوشن بتاع الفاليوز بتاعه الاوشن بروكسيميتي. هلاقي عندي ان في لزان 1 اور اوشن ده عددهم 9136، وعندي انلاند، وعندي نير اوشن، نير باي، و ايلاند. وهنا برضو هبص على ديسكريبشن للهاوسنج نيوميريكال او الهاوسنج داتا سيت نيوميريكال اتريبيوتس. هيطلع لي هنا ادي الكاونت بتاع الريكوردز، هيطلع لي برضو المين او الافريج والستاندرد ديفيشن والمينيمم والفيرست كوارتايل والسكند كوارتايل اللي هو عبارة عن الميديان والثيرد كوارتايل والماكسيمم. برضو ممكن نبص على الهيستوجرام بتاع او توزيع الديتا اللي موجودة على كل نيوميريكال اتريبيوت. فالمات بلوت لاب دي لايبراري للبلوتينج بتبقى موجود فيها اكتر من باك اند. احنا هنا هنستخدم اللاين باك اند، فهقول مات بلوت لاب اللاين. بعد كده امبورت مات بلوت لاب باي بلوت ك بي ال تي، وهقول housing.histogram اللي هو الهست، عدد البنز بتاعتي 50 والفيجر سايز 20 و15. وبعد كده بي ال تي شو دي مش ريكوايرد في الجوبتر نوت بوك، بات وي ويل بوت ات اني واي. لما هنران السيل دي هيطلع الريزلت بالشكل ده. هلاقي عندي ادي اللونجيتيود، توزيع اللونجيتيود واللاتيتيود، الهاوسنج ميديان ايج. هنلاحظ هنا ان اخر الهاوسنج ميديان ايج عند 50 بالشكل ده. ده معناه انه في الغالب حصل كات عند الهاوسنج ميديان ايج عند الخمسين، فاي حاجة اكتر من الخمسين هم عملوا لها كات لحد الخمسين. دي ممكن تعمل لنا مشكلة ان الماشين ليرنينج الجوريثم ممكن يتعلم انه اقصى حاجة هي 50، وده مش صح. فممكن حل من الحلول ان انا اشيل اصلا كل الفاليوز اللي موجودة عند البندي واعمل لها دروب من الداتا سيت، او لو ده ما ينفعش ممكن ان انا ارجع بقى للاكسبرتس بتوع او الدومين اكسبرتس الموجودين وابدا ان انا اتناقش معاهم في ان لو ممكن ان انا مثلا اجيب الاكشوال داتا سيت من غير موضوع الكات ده، او نشوف هنقدر ان احنا نهندل القصه دي ازاي. التوتال رومز هلاقي ان هي سكيود برضو، التوتال بيدرومز سكيود، بوبوليشن سكيود، ونفس الكلام برضو الهاوس هولدز، الميديان انكم نوعا ما ريزونبل، الميديان هاوس فاليو هلاقي برضو ان هي معمول لها كات هنا عند الفاليو اللي هي 500,000. بعد كده كرييت تيست سيت، وده ان شاء الله هنتكلم عليه في الفيديو اللي جاي. شكرا.